سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. كأنك تركت له يعني المجال يخوض في هذا العالم كيف ما شاء. فلذلك لابد من التقييد، والتقييد خبرتك في برامج عن بعد. إن شاء الله لو سافرت آخر الدنيا أنا ممكن أبند عليه الجهاز تعرف من هناك. الإشكالية في الألعاب أبو محمد، نعم، أن هذه الألعاب إشكاليتها أن فيها تواصل أيضا، تواصل، نعم، من المغرب، من مصر، من دول أخرى، فهذا التواصل يعمل إشكالية أونلاين، يعني يلعب أونلاين مع أشخاص. فبعضهم يعني يدخل لك أفكار أنك تفعل كذا، يلا نفعل تحدي. نعم. اليوم أنت عندك كم عددهم يكلمك، وكم عددهم في الأسرة؟ قال لك عددهم 3. يلا اليوم أنت تصفع أختك وأنا أصفع أختي، هذاك أنت ما تعرف يصفعها، أي هذاك متفلت يصفع أختك. لا لازم يصفعها ما دام متفقين. ما ألم تحصل حالات قتل وانتحار؟ هذا كله تحدي، كله تحدي، ولهذا هذا الأونلاين خلق مشكلة أنك تلعب مباشرة. بس أقول لك مش عارف بيت، أنا حضرت مرة في مدرسة يقالها مدرسة أم الدرداء في السويق، وكانوا عندهم ندوة، وتكلم إنسان مختص في التربية حقيقة عجبني. من ضمن القصص التي ذكرها أنه زار أحد أصدقاء يعني من الناس المسؤولين، فوجد ماسك عكاز ويعرق رجله يعني ما يقدر يقلها يشلها يعني يقلها أنتوا تقولوا إنزين. قال لي ليش؟ قال ضاربني ولدي أبوي ابني. ظهر منك ولدك؟ قال ايوه، لاني ظهر يلعب لعبه مثل تقول صعب ويجي ويردح ابوه ما ادري ويش دق. وخال الله يعني قال لهم انا ابو بعد عاد ذكر قصص عجيبه وغريبه تؤدي ادت الى القتل فعلا فعلا. الان نحن وحدنا بنفسنا نشاهد كل يوم يكاد ان لا تخلو دوله او بلد الا تجد ان هذا في انتحار وفي قتل. وقال لك مثلا بسبب لعبه معينه، البعض يعني ينكر اصحاب التقنيات ان هذا غير موجود، لكنه في الحقيقه موجود. نعم. هذا التحدي. زين تبقى مشكله ابو محمد، مشكله انه اولادك مثلا ما عطيتهم، يقول لك يا اخي اولاد ابو أو الشيخ سالم عنده، اولاد معك من عنده، يعني ترابيو. نعم. فانت تبقى تعبان بين انك تعطيهم وبينك انك تمنع، ما تعرف كيف تتصرف. تراق الناد نحن نعطيهم ولكن نضبط الامور معه بضوابط، يعني بضوابط محدده ما مفتوحه. انا اذكر مره من المرات كنت اشوف جهاز احد الاطفال فرايت يلعب في ضمن اللعبه صوره فتاه يعني رسمه وهي بلبس فاضح، طيب، نعم، ولما المتسابق يفوز تقبله يحصل على قبله. يا سلام. زين شوف كيف سويت. فسالت الام هل طالعت اللعبه اللي يلعب بها الابناء؟ قالت لا. قلت لها ايش ابعاد هذه هذا اللباس الذي هم اطفال صغار، ايش ابعاد يعني وجود هذه البنت بلبس شهواني مغري؟ طيب مغري، وهم اطفال صغار، ثم قضيه القبله هذه وكيفيه تكون ذي القبله لطفل فاز في لعبه. طيب فقضيه الرقابه ان الشخص ينظر هذا الطفل ماذا يلعب، حتى نجد حتى قضية إشراك الأطفال فيما يذكره العلماء. أنا أبنائي عندهم أجهزة، طيب أقول لهم تعالوا هذا دكتور مثلا مصطفى أبو سعد عالم في التربية وفي علم النفس، اسمعوا ماذا يقول عن هذه الألعاب، أنا أحاكمكم إليه، اسمعوا ماذا يقول. وذكر حقائق وذكر أرقام كيف الناس تصاب بأمراض من ضمنها التوحد، يعني الطفل، نعم، لا يكون به توحد، يصاب بالتوحد بسبب هذه الألعاب قد يكون قناة تلفزيونية أيضا. أيوة. فأقولهم إذن اسمع هذا كلام عالم. طيب ما الحل؟ الحل أن نختار الألعاب، ما قضية أنا لعبة وفقط، هل هي مناسبة لي؟ هل مناسبة لسني؟ هل هي مفيدة؟ في بعض الألعاب الآن الإلكترونية موجودة، نذكر جانب الإيجابي، ألعاب إلكترونية وجيدة.